أسامة ينشر ستوري لخاتم الخطوبة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع لين محمد اللي وصلها مؤخرا دبدوب باللون الزهري، فهذا الدبدوب أثار ضجة كتير كبيرة على السوشيال ميديا وانقسمت آراء الجمهور، وكانت أغلب التوقعات وتساؤلات الجمهور إنه هن عندهم فضول يعرفوا مين جايب لها هذا الدبدوب. البعض علق على الموضوع إنه هن عم يتوقعوا أسامة مروة، والبعض الآخر علق على الموضوع انه صاحب محل الورد هو اللي اهدى لالين هذا الدبدوب. نمر ايضا الى مقطع انتشر على السوشيال ميديا، كان هذا المقطع يتحدث عن الكابلز الاكثر شهرة على السوشيال ميديا، من بينهم رامي ونارين، اسامة وشيرين، برهوم ولانا، غيتو سارة، يزن ألونا، محمود وبسان، كريم ونور، احمد وصبا، زياد وسارة، وكمان الشامي وقمر الطائي. أيضا انتشر مقطع إنه أسامة وشيرين حطوا في ستوريتهم خاتم الخطوبة، وهذا المقطع خلى الجمهور يتساءل هل المقطع حقيقي أم فوتوشوب، وطلع الخاتم غير حقيقي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. بحبكم، بشوفكم في فيديو جاي.